الطائفة الثالثة التي تسب دينك، التي تتعرض لمقدساتك، التي تكفر أبا النبي، التي تكفر أم رسول الله، التي تكفر جد النبي، التي تكفر أبا أمير المؤمنين، التي تنتهك مقدساتك، التي تسفه مقدساتك، التي إذا تكلمت عن مظلومية سيدة النساء العالمين صلوات الله عليها تسفهك، هذه الطائفة لا قيمة لها. لا تسبها فقط، الحديث الصحيح يقول وأكثروا من سبهم، لا تسبه فقط، أكثر من سبه، اشتم مقدساته، لا تحترمه بمقدار الذرة. يا أخي لا يوجد أقدس من أب رسول الله، هذا حسب النبي، هذا نسب النبي، هذا شرف النبي، هتك شرف النبي لا جواب له. شخص ينتهك شرف النبي صلى الله عليه وآله، ينتهك عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، أبو النبي عرض رسول الله، أم النبي عرض رسول الله، جد النبي عرض رسول الله، ما هو أعظم من جد النبي؟ من هو أعظم من أبي النبي؟ من هو أعظم من أبي طالب؟ يكفر أبا طالب وأنت تسكت؟ لا لا لا، لا تكفروا مقدساتهم. أدنى ردة فعل، أدنى أقول، أقل ما يقال أنك تكفر مقدساته، أنك علنا تطعن في شرفه، يطعن في شرف النبي، يسكت عن هذا؟ هكذا شخص، هكذا شخص له قيمة حتى تحترمه؟ لا تسب مقدساته، ما هي قيمته؟ هذا أثمن من عبد الله أبي النبي؟ كلهم بأجمعهم لا يسمون ظفرا في جسم عبد الله، في جسم أبي طالب، له قيمة هكذا شخص؟ الحديث الصحيح يقول أكثروا من سبهم، من هو أقل من هذا يقول بالنسبة إليه أكثروا من سبهم؟ أمر أكثر أمر، حديث صحيح بلا إشكال، لا أنا أريد أن أتعامل معه بإنسانية، هو إنسان أصلاً؟